Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch. I'm حلقة جديدة من قناة رحال أكاديمي. أنا كابتن زياد رحال. النهاردة هنرد على الأسئلة اللي الناس سألتنا عليها في الفيديوهات. معنا أول سؤال أستاذ محمد وليد. أعمل كده حتى لو الكلب عنده سنة ونص؟ وسؤال كمان، الكلب بيستجيب للتعليمات لحد قد إيه؟ تمام. طيب هو كان بيسأل على الفيديو بتاع التويلت. الكلب سنة ونص زيه زي أي سن تشتغل بيه، الفرق بس إن النتيجة بتبقى أحسن والكلب لسه صغير، بيكون لسه ما كونش شخصيته. لكن أنت لو اشتغلت على أي تعليمات مهما كان السن هيديلك نتيجة، بس بيحتاج صبر لأن موضوع التويلت أنت بقالك سنة ونص الكلب بيتعلم في مكان معين، فما تطلبش من الكلب أكتر من طاقته. هو طبيعي إن هو يبقى بيغير أسلوب أو بيغير طريقة جديدة، فهيبقى مش متعود عليها. وبالنسبه للاستجابه قد ايه، دي بتختلف من شخصيه للتانيه. انت ممكن يكون سنك كبير واستجابتك حلوه، ممكن يكون ابنك ما عندوش صبر ان هو يستوعب الحاجه دي. تاني سؤال ريماس، كلبتي عندها 3 شهور بس واخده الحمام بيتها وبتعمل تويلت بره، عملت معاها كل حاجه لكن عنيده، وبتعمل تويلت في الشقه بس لما نكون مش شايفينها، لكن لو احنا واقفين بتمسك نفسها وعارفه انه غلط اعمل ايه؟ مبدئيا هتعملي للكلبه تحديد المنشا بتاعها، وما تخليش الكلبه قاعده في مكان الحمام بتاعها، خليها قاعده قدام مكان الحمام بتاعها بحيث ان ما يبقاش قدامها اختيار غير ان هي تخش لمكان الحمام. وبمجرد ان هي تخش في مكان الحمام وتعمل، هتحتاجي صبر اكيد عشان الكلبه بقى لها فتره بتعمل غلط، ومساحي الشقه كلها بالخل والمنظفات بحيث ان الريحه بتاعت الحمام تروح، وتبتدي توسعي واحده واحده لحد ما تلاقي الكلبه ابتدت تلتزم في مكان ثابت وتوسعي تدريجيا. لكن لو وسعتي مره واحده الكلبه هتبوظ تاني، وتحاولي على قد ما تقدري ان الكلبه لو دخلت تقعد في مكان الحمام تطلعيها تخليها قاعده قدام مكان الحمام مش في المكان نفسه. معانا السؤال الثالث عفاف عطيه. دلوقتي كلبتي عندها سنه ونص ومش عارفه اعلمها اعمل ايه؟ حضرتك لو مش قادره تشيل الكلبه والكلبه حجمها كبير، فحضرتك ممكن تخرجي الطاقه والكلبه كل ما تخرج تدخليها، بس ما تحجميهاش في الحركه جوه، ومجرد ان هي تبتدي تعمل فتكفي، او تستعيني بمدرب بحيث ان هو يساعدك في البدايه واحده واحده لحد ما تبتدي ان انت تقدري توقفي الكلبه على ليفل معين. في السؤال الرابع استاذ توتو عادل. لو سمحت، الكلب عندي جولدن 4 شهور بيعمل حمام بالحمام بس الميه هي اللي بيعملها باي مكان، حضرتك تنصحني بايه؟ نفس الكلام يا جماعه، ما ينفعش الكلب يكون اصلا مش مثبت مكان معين، اذا كان في الاستول او في اليورين وابتدي ان انا اطلعه في المساحات التانية لبره، لازم الاول اتاكد ان الكلب بقى مثبت الحمام في مكان معين، بعد كده ابتدي احرك الموضوع. لكن ان انا سايبه يعمل في مكان معين وبعد كده باخده اخرجه على طول من غير ما ابقى متاكد 100% ان هو هيرجع للمكان ده تاني، فده غلط، يعني انا مش غلط الكلب. وفي استاذ عمر ايه. دلوقتي ممكن اعمل زي الحمام ارضي كده للكلب جنب الحمام العادي بتاعنا، هل ممكن اعلمه يعمل جواه الحمام الارضي ده في السبوت ده تحديدا؟ قصدي هل المكان هيكفي، وخصوصا لانه هيكون سيراميك بدل البادز لان الكلب كبير. ما هو انا مش بص يعني مش هقول ما بقتنعش بموضوع البادز، بس انا بقتنع اكتر بتحديد المنشا. انت لو حددت المنشا وابتديت تخلي الكلب يعمل حتى جنبها كافئه، ومبدئيا نبتدي ننقل الحمام واحده واحده لحد ما تحطه في المكان اللي انت عايزه، وهتلاقي الكلب بيبتدي يروح على الاثر اللي موجود، وبمسح الاثر القديم ده باي مطهر او شويه خل خفيف جدا، لكن ما تحطوش في المكان اللي انت عايز يعمل هناك. مرام منصور، مساء الخير يا كابتن، هو حضرتك مكانك فين؟ انا مكاني في اسكندريه، بشتغل طول الاسبوع في اسكندريه معاكم خطوط الساحل والعجمي واسكندريه، ده بالنسبه للاسبوع كله. وبالنسبه جمعه وسبت انا ببقى موجود معاكم في القاهره. كوكي لوكا، هو حضرتك مكانك فين؟ تمام. بالنسبه لموضوع كمان الناس اللي بتسال انا مكاني فين يا جماعه، انا بدرب برايفت. انا ايه اللي بيخليني ادرب برايفت؟ انا بحاول ان انا بدرب الناس نفسها، بعلم الناس نفسها. المدرسه بتاعت ان انا ادرب الكلب بس، انا اشتغلت في كذا مزرعه بدون ذكر اسماء، بس النقطه وما فيها ان انا لقيت ان الكلب بيتعلم وبيبقى طالع بروفيشنال، وصاحبه بيرجع يبوظه او بيشتكي ان الكلب ما بيشتغلش معاه. ده ليه؟ لان صاحبه ما بيبقاش عنده الخبره الكافيه ان الكلب ازاي يعالجه لو بيغلط، ازاي يعلمه يعمل حاجه جديده، ازاي يبقى عنده خبره لو الكلب جرب يستعبط او ان هو ما يعملش الاوردر يعمل ايه بالظبط. لازم يبقى فاهم كويس هو بيعمل ايه، فانا بدرب الزبون نفسه مش الكلب بس. تامر حافظ، الحصه بكام؟ هو انا مش
بشتغل يا جماعه بالحصه مبدئيا. انا بشتغل بحاجه اسمها نظام باكج، بتبقى خلال 5 مرات باجي لك فيهم، بدي بكلفك في كل مره بشغل تعمله، فانت لو ركزت فيه ان شاء الله بنطلع نتائج كمان مش بيزك لا ادفانس زي الشغل اللي انتوا بتشوفوه على القناه. كلاب بتبقى خلال 5 مرات اوف ليش. نشوى ادريس، ده فين الكافيه ده يا كابتن؟ الكافيه يا جماعه اللي انا كنت عامل فيه الايفنت اسمه بابس اند كابس. الكافيه ده موجود ناحيه كفر عبده في اسكندريه، هتوصلوا عند جنينه كفر عبده بتاعت الكلاب او جنينه الليمبي، وهتسالوا فين كافيه بابس اند كابس، او تخلوا يعني على ايديكم الشمال بنك السي اي بي وتخلوا الجنينه على ايديكم على اليمين، وتطولوا زي ما انتم بعد ما تنزلوا النزلايه هتكسروا شمال هتلاقوا الكافيه. احمد محمد، اعمل فيديوهات ازاي ندرب الكلب لو كبير طاعه او شراسه. مفيش حاجه اسمها يا جماعه تدريب شراسه، في حاجه اسمها تدريب حراسه. انا بشوف امكانيات الكلب وابتدي اعمل عليه. الشراسه دي او العدائيه او دم الكلب، يعني بيختلف المقولات للتانيه، فهو بس مفيش حاجه اسمها تدريب شراسه. هو لو كلب الجينات بتاعته مش صحيه فمش هيتدرب حراسه، او هيبقى الليفل بتاعه محدود، مش ملوش قدرات عاليه يعني. ان شاء الله انا كده كده هنزل فيديوهات قريب، والايفنتات اللي انا بصورها دي انا بصورها عشان الناس تتعلم يعني ايه شغل، تتعلم يعني ايه بودي لانجوج، تتعلم يعني ايه تتعامل مع الكلاب بدون زعيق بدون صوت عالي بدون ضرب. واستنوا مني فيديوهات تانية عن الرد على الاسئله، وان شاء الله هحدد ايفنتات كل فتره في اسكندريه، وان شاء الله بعد كده هنحدد ايفنتات في القاهره. اتمنى بس الناس اللي بتتفرج اي حد بيتفرج يعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان الناس كلها تستفاد. احنا المهم عندنا ان احنا نطلع فكر جديد شغل صح، نفهم الناس ان هي تتعامل صح، وبدل ما انت بتبقى بتسيب الكلب بتاعك بال 35 يوم ولا 40 يوم غير لو انت طبعا عندك ظروف فده ينفع معاك وانت عندك خبره تعامل، لكن لو انت حاسس ان انت ما عندكش اي خبره في التعامل فملوش لازمه ان انت تدربه من غير ما انت تتعلم. لازم اساسي جدا ان انت تتعلم، ولازم تبقى فاهم انت بتعمل. استنوني في حلقه جديده من مرحلة اكاديمي ان شاء الله، هستنى دعمكم وهستنى اسئلتكم وهرد على الاسئله ان شاء الله. كل ما نجمع اسئله هنبتدي نطلع فيديو ونرد عليها، واستنوا مننا الفيديوهات بتاعت الايفنتات الجايه ان شاء الله. شكرا.